السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشروع المتواجدين به حاليا في اسطنبول الأوروبية، تحديدا في منطقة بيليكدوزو، مشروع يتربع على مساحة 85,000 متر مربع. طبعا مشروع قيد الإنشاء حاليا، بعد سنة راح يتم تسليمه. ينقسم إلى قسمين، هو قسم الريسيدنس وقسم السويت. الريسيدنس يكون مساحاته صغيرة ومساحته الإجمالية هي 15,000 متر مربع، ومساحة الحديقة اللي به 5,000 متر مربع تقريبا، ويتكون من غرفة وصالة إلى غرفتين وصالة، ويتكون ايضا عفوا من مسبح مفتوح فقط. اما السويت فالسويت تكون مساحته كبيره نسبيا، ف يعني الطوابق اللي به هي 18 طابق، والمساحه الاجماليه له هي 30,000 متر مربع، ومساحه الحديقه هي فقط 10,000 متر مربع. طبعا هذا المشروع يتكون بكافه الخدمات الداخليه من ناحيه الحمام المفتوح، وعفوا المسبح المفتوح ومسبح مغلق، وايضا حمامات تركيه وساونا وبخار وملاعب كره قدم وساله وطائره وسله وكافه الخدمات، وايضا بالتحت يكون هنا محلات تجاريه فقط للايجار. وهذا المشروع يعني تكون بجانبه من هنا حديقه تابعه للبلديه. طبعا هذه الحديقه راح تمتد الى البحر وصولا للبحر، بالاضافه الى مستقبلا راح يتم انشاء مدرسه خاصه بالمشروع داخل المشروع، وايضا من الجانب الاخر راح يتم انشاء مول تجاري. اذا نريد نحكي عن الخيارات الموجوده به، فواحد زائد واحد واثنين زائد واحد وثلاثه زائد واحد بالاضافه الى الدوبلكس. وايضا اذا نريد نحكي عن الخدمات الخارجيه المحيطه به، فمنطقه بيليكدوزو هي منطقه غنيه عن التعريف من ناحيه الخدمات المحيطه به. طبعا هذا مشروع خدمي بسبب قربه من المواصلات العامه، وقربه ايضا بجانب المشروع راح يكون خط الاي 5 وخط الرئيسي للمواصلات العامه والمتروبوس، وايضا هذا الشارع اللي بجانب المشروع راح يضم كافه المواصلات العامه الرئيسيه اللي تفوت من خلاله. يعني بكل سهوله تقدر تروح لمركز المدينه، تبعد فقط 40 دقيقه عن المشروع، وايضا كافه مناطق اسطنبول تقدر تتنقلها من خلال الشارع اللي يصير بجانب المشروع اللي يضم كافه المواصلات العامه. اما بالنسبه للخدمات المدارس والجامعات، فتكون بجانبه جامعه بيكنت والعديد من المدارس العربيه والاجنبيه وكافه الخدمات. طبعا مثل ما شفتوا هذا المشروع من ناحيه الخدمات الداخليه والخدمات الخارجيه المحيطه به. طبعا هذا المشروع مشروع خدمي جدا، يعني بالنسبه لي من اقرب المشاريع اللي تكون قريبه على الاي بي اتش خط الرئيسي المتروبوس. طبعا بكل سهوله تقدر تتنقل بكافه مناطق اسطنبول من خلال هذا الشارع اللي بجانب المشروع اللي يحتوي على كافه المواصلات العامه، وكافه المواصلات العامه والرئيسيه تفوت من هذا الشارع. لا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو ومتابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والانستغرام، ولعدة سؤال أو استفسار يسعدنا الإجابة على كل استفساراتكم وتطلعاتكم حول مشاريعنا.